ليه عندي سؤال؟ تفضل بابا. توا البارح احنا عملنا في لو كان يعينوا رئيس حكومه جديد شكون تختار؟ اي واليوم عينوا امراه. اي ما هيش بالزهر. اي معناها من الاخر طارق تخدم في القصر انت. شنو هي المنصب نتاعك؟ شنو المنصب نتاعك في القصر؟ شنو البوست نتاعك؟ وكان باش تقول شنو هي البوست نتاعك سينو باش نعدي التسريب. شنو التسريب؟ على خاطر عندي تسريب ونجم نعديه اتو مومون. تراعتينا التسريب. تراعت ها صار ماكش خايف. ترى فما واحد يقولوا عندي تسريب يقولوا تراعي. تفوز خان. معناها حاجة رعب هذيك. يعطيني التسريب خليه يسمع. تراعتينا التسريب. قيس سعيد يصدر بيان في أحمد العجيمي رئيسا للحكومة. أنا رئيس حكومة؟ إي. سيري يسحكم وليت انا لو كان بنروح طارق من النهارده ما فيش حكومه انا الحكومه انا الحكومه طبعا الفكره معناها ليدي العسل رئيس حكومه مش صعب حاجتين معناها يا اول مره انا باش نعمل تعديلات صغار وكهو تعديلات راشد غنوشي عابر موسي برشا بوليميك واحد يجاوب لاخر رد الشعب يقول لك بهم ورئيس الحكومة تعيشوا فيها فسادا تعيشوا فيها فسادا قبل ما تبدأ ملوينك يا تسريب للعجيمي هذا مش أما تسريب الليديا هذا مش تقول يعدي عدي مادام حكينا على رئيس الحكومة قريب بوزيان على ما يبدو رئيس الجمهورية قيس سعيد دائما في الغير متوقع.